يقول السائل: سعيت أنا ووالدي ووالدتي بين الصفا والمروة، ولكن والدتي لا تستطيع السير لمسافات طويلة بصفة متكررة أو مستمرة، لذلك كنا نجلس في بعض الأشواط لتستريح لثوان قليلة ثم نكمل السعي من حيث توقفنا للراحة. لا بأس بهذا، ولو أنك حملتها على عربة كان أحسن، ولكن يجوز أنها تجلس وتأخذ راحتها، تجلس معها لأنها ما تستطيع تمشي إلا معك، فلا بأس بذلك، هذا لا يضر.